تشاهدون في هذه الحلقة مؤشرات جيدة على انضباط موظفي الدولة بتعز في الدوام الرسمي عقب إجازة العيد، والخدمة تتحدث عن إجراءات ضد المتغيبين. مزارع الجوافة بتعز، حين يجود الخير بالعطاء تفيض الغلال بأطيب الثمار. 4 عقود من التميز والكفاح، قصة العم قاسم مع مشروب الفراولة الذي لا ينافسه في تحضيره أحد. أهلا بكم من جديد، نبدأ حلقتنا بملخص عن أهم المشاهدات خلال أسبوع في مدينة تعز. وجه وكيل أول محافظة تعز عبد القوي المخلافي بحل إشكالية أزمة المياه في المدينة وسرعة ضخها لكل الأحياء السكنية بشكل عاجل. جاء ذلك خلال ترأسه قبل أيام اجتماعا لإدارة المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بتعز، وأكد المخلافي أن السلطة المحلية ستعمل على حل الإشكالات المتعلقة بالمؤسسة ودعمها وفقا للإمكانات المتاحة، والتنسيق مع عدد من المنظمات المحلية والدولية لدعم المؤسسة لضمان استمرار ضخ المياه إلى سكان المدينة. تتساقط على تعز هذه الأيام أمطار الغيث والبركة، وتتدفق المياه من جبل صبر في مجاري السيول داخل المدينة وفي الشعاب والوديان في المناطق المجاورة، ويعول أبناء تعز الكثير على مياه الأمطار الموسمية التي تغذي المخزون الجوفي وتسهم في التخفيف من أزمة المياه التي تعاني منها المدينة بشكل متواصل. مشاهدينا، من منا لا يعرف المصطلح المحلي الدارج سبلة العيد، والتي تعني تمديد إجازة العيد الرسمية وعدم الالتزام بالدوام الرسمي. في الفقرة التالية نتتبع مدى الانضباط الوظيفي في الدوائر الحكومية ومعرفة كيف تقوم الخدمة المدنية بالرقابة على الالتزام بالدوام الرسمي والإجراءات التي تتخذ بحق المتخلفين والمتغيبين. من النظرة الأولى يبدو الانطباع جيداً لأي مراقب لمدى الانضباط الوظيفي في عدد من الدوائر الحكومية بتعز، حيث يظهر المشهد انتظاماً في العمل وحضوراً للموظفين منذ استئناف الدوام الرسمي بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى في 17 أغسطس الجاري. غير أن هذا المشهد بحاجة إلى الوقوف على الحقيقة للوصول إلى المؤشرات الصحيحة لحالات الحضور والغياب. الحضور الموظفين الرسميين بعد استبعاد المتعاقدين، الموظفين حاضر بنسبة 85%، نسبة الغياب يعني 15%، وهو مؤشر إيجابي في الظروف الحالية التي تعيشها محافظة تعز، تعتبر نسبة دليل على وعي الموظفين ومدى التزامهم بمسؤوليتهم الوظيفية. المؤشرات الجيدة في نسبة الحضور عززتها نتائج لقاءات شملت الموظفين بمكاتب السلطة المحلية بمبنى المحافظة، وأظهرت أن الدوافع التي تقف وراء الالتزام من أول أسبوع دوام رسمي هو قناعة الموظف بأن تعز تعيش حالة استثنائية تستدعي توحيد الجهود والتكاتف من قبل الجميع ولما فيه المصلحة العامة. والله هو بالأصل هو ضمير الذي يحتم على كل واحد أنه يقوم بواجباته وعمله تجاه الدولة كقانون كنظام وتجاه المواطن، وفي الأخص في لا سيما في الظروف الحالية اللي نعيشها والحصار الذي الخانق الذي مفروض على الحالمة تعز، تحتم على كل واحد أنه يؤدي واجبه أكثر مما يجب من قبل. الحمد لله انضبطنا وظيفيا من أول أيام الدوام الرسمي لإرضاء الضمير، بحيث أن العمل يتم على أكمل وجه.
واستشعارا منها بمسؤولياتها تجاه المواطن في تعز، تؤكد المرأة أهمية حضورها في مؤسسات الدولة، وتعتبر أن الالتزام بالدوام الرسمي والانضباط هو واجب الجميع تجاه تعز قبل أن يكون مجرد توقيع أو تخوفاً من عقوبات إدارية. نوجه رسالتنا للموظفين أن يكون يعني أن يشعروا بهذا الإحساس، ويكون فيهم لديهم همة للانضباط الوظيفي لكي ننهض بتعز نهضة نوعية بالوضع الراهن، وكون يعني كون الوضع حرب، فنشتي جميعنا نكون يد واحدة لكي ننهض بتعز نهضة نوعية. ورغم ذلك فإن الكثير يعتبر وجود حالات غياب مسجلة في بعض الإدارات بمثابة تقصير يستوجب المحاسبة، مؤكدين ضرورة فرض الإجراءات القانونية والإدارية بحق هؤلاء باعتبار ذلك سبباً في عرقلة العمل وتأخير تسيير أمور المواطن في تعز. وللوقوف على المؤشرات الحقيقية للانضباط الوظيفي في المكاتب الحكومية بتعز، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ غالب المهدي نائب مدير عام مكتب الخدمة المدنية بتعز. أهلا وسهلا بك. أهلاً. إلى هذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم المقدمين، نرحب بقناة بلقيس الفضائية وبكادرها، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا. هل هناك نسبة محددة يمكن أن تقدمها للمشاهد ليتمكن من معرفة مدى الانضباط الوظيفي في مؤسسات الدولة بتعز والالتزام الرسمي بالدوام؟ نعم، المكتب قام بإنزال فرق ميدانية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك إلى جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة بالمحافظة، وقد كانت النسبة كالتالي 73% حضور، نسبة الحضور 73% ونسبة الغياب 28%، إلا هناك نسبة كبيرة من النازحين تقدر ب 38% من النازحين، يعني نسبة كبيرة من النازحين. هناك مكاتب مغلقة برضو، يعني من حوالي 8 أو 9 مكاتب مغلقة، وهناك ومكاتب تحت يعني غير مفعلة بسبب الحرب، بسبب الحرب. نعم. طيب تحدثت عن نسبة 20% يعني عدم الحضور يعني او الالتزام بالدوام الرسمي، الى ماذا يعود؟ هل ذكرت انه هناك تدمير للمكاتب، تدمير، لكن اذا نظرنا من ناحيه القانون والجانب الاداري، يعني ما هي الاجراءات التي تتبع تجاه هؤلاء الموظفين المتغيبين عن العمل في المكاتب والدوائر الحكوميه والمتسببين ايضا بعرقله معاملات الناس يعني والمواطنين؟ هناك عده مشاكل وهناك عده حلول. يعني المكتب نزل تعميم الى جميع مكاتب الدوله بانزال يعني سينزل الاقساط الغياب، لكن هناك بعض يعني مشاكل تواجه الناس. النزوح الكبير بالمحافظه هي السبب الكبير قصدي بهذه المشكله. طيب كيف تتعاملون يعني مع هذه الحالات بالنسبه للغياب؟ النزوح يعني النزوح او من يتعذرون بعدم قدرتهم على الحضور بسبب النزوح، مش يعني عن المكتب، النزوح بسبب الوضع بالمحافظه، بسبب الوضع بالمحافظه الذي كان يعني بسبب المشاكل اللي توجد بالمحافظه سبب لنا نزوح كثير من الموظفين مهاجرين من خارج المحافظه. الا ان هناك يعني معالجات الان، كان المكاتب مغلقه لحد، لكن الان الحمد لله فتحوا المكاتب، الناس اكثر مكاتب الان فعاله بالمحافظه، الان تشير الامور بشكل طبيعي جدا، الامن مستمر يعني مستقر. هذا يعني كل يوم احنا نلاحظ انه في هناك معالجه لهذا الموضوع يعني من ناحيه. طيب المتغيبين بدون عذر يعني كيف تتعاطون معهم؟ احنا قبل فتره ذا نزلنا على اقساط على المتغيبين، لكن وجد هناك بعض المشاكل تواجهنا. الحقيقه انه في بعض الناس المتطوعين بالجبهات كذا يعني واجهنا عيب كبير، احنا نزل كيف ننزل على اقساط يعني هذا الواقع. لكن بالاخير المحافظ اخذ بجديه ووجهنا هنا بخصم اقساط على المتغيبين ليكون عبرة لهم، لأنه وجدنا هناك بعض الوحدات مغلقة مثل المدارس مثل المستشفيات، تكاد إنه ما المكاتب الخدمية المكاتب الخدمية العلاقة مباشرة يعني بالمواطن. أيوة المباشرة بالمواطن، وجدنا إنه مغلقة، اضطرينا لإنزال تعميم الآن، وسنبتدي إن شاء الله من الشهر القادم بإنزال أقساط الغياب. يعني هل سيستمر هذه الاستقطاعات من الرواتب؟ إن شاء الله ستستمر بحسب التوجيهات العليا، وأنزلنا تعميم بهذا الكلام إلى كل المكاتب بالسلطة المحلية بأنه يتم خصم الغياب عن الموظفين الغايبين ومعالجة بعض الذي يعني النازحين الذي لديهم أعراض
يعني قد ما لم يستطيعوا الرجوع إلى المحافظة أعذار شرعية يتم معالجة وضعهم، لكن الناس ما عندهمش أعذار. طبيعة هذه المعالجة طبيعة يعني من أي ناحية كيف تعالجون يعني هذه الأمر؟ يعني إنسان ما فيش ما فيش المعالجة من ناحية هذا حين تقول لك السكن، أنا عندي ما عندي سكن، أنا كذا أنا كذا أنا ينزل أنا كذا، ما عندناش استقرار، ما يعني بتعز خلاص يعني هذا المشاكل لازم قلنا لهم من إعادة عمل لهم حل لهذا الموظفين الذي خارج المحافظة. إذا ما تم قياس الحضور نسبة أو مستوى الحضور والالتزام بالدوام الرسمي هذا العام يعني عقب الإجازة إجازة عيد الأضحى المبارك مقارنة بالأعوام السابقة كيف ستبدو الصورة؟ إحنا الحمد لله إحنا بخير كبير الآن نشعر إن إحنا بتقدم مستمر وأن الأمور مستقرة والوظائف الآن يمارس الوظائف. هذا المكتب كان يحتوي على 20 مكتب يداومون بهذا المكتب 20 مكتب يداوم الآن الحمد لله كان المكاتب ما فيش استقرت المرتبات برضو يعني عندنا كان عامل كبير طيب لاستقرار المرتبات جعل الموظفين يعودوا. الشيء الثاني انه هناك مكاتب مثل الماليه مثل الضرائب مثل الصناعه كانت منهوبه ومكسره الان عاد ترميمها وعاد الموظفين الى العمل فيها بشكل طبيعي الحمد لله الان مستقر العمل تماما يعني الحمد لله. واحنا ننادي كل الموظفين الذين النازحين الذي ليس لديهم اي عذر ان يتواجدوا معنا للعمل بالمكتب المحافظه حتى لا تعرضوا للعقاب. نعم. معروف ان مكتب الخدمه المدنيه من ضمن مهامه اصدار الوظائف الحكوميه للمواطنين، هل انتم مستمرون في هذا الجانب يعني تحديدا؟ مكتب الخدمه المدنيه ينفذ سياسات الدوله بما يوصل اليه من مثلا من عن موازنه. احنا اشتغلنا الموازنه ورفعنا كامل الموازنه بالمحافظه وتم رفعها الى السلطه المختصه باعتمادها ولتوجيهنا، لكن لحد الان لم نتلقى اي رد. اما الغذاء اجتهدت لهذا واستمرينا اشهر لعدد الموازنه للمحافظه للموازنه الوظيفيه. الرد لم يتم من السلطه ولم المحليه يتم الرد ولم يتم اعتماد الموازنه الوظيفيه ونحن متابعين بهم متابعين بهذا الجانب على اساس ايصال الموازنه او اصدار موازنه او نفقات تشغيليه للمكاتب. ونحن بهذا يعني كيف تعملون بدون موازنه تشغيليه حاليا؟ اعتمدوا مبالغ كذا هامشيه مبالغ رمزيه اعتمدون من الموازنه السابقه على غير الموازنه السابقه، ولن هذا العائق الكبير الذي واجه الناس المكاتب هذا هذه النفقات التشغيليه. الان المكاتب المغلقه اذن اغلبيه المكاتب هذه بسبب الايجارات عدم سداد الايجارات اقل مالك غلق الايجارات غلق المكتب بسبب اشتداء الإيجار حقه. ماذا عن المشاكل أو ربما التحديات التي تواجهونها في مكتب الخدمة المدنية وما تحتاجونه يعني حاليا لتفعيل الحياة الوظيفية في المكاتب الحكومية والخدمية بتعز يعني بشكل عام؟ والله شكرا جزيلا هذا سؤال في مهم جدا. يعني احنا يعني الذي نواجه الصعوبة الذي قلة الإمكانات قلة الإمكانات شحيحة جدا مبالغ لا تفي بالمطلوب معانا فرق ننزلهم معانا يعني ما ندي لهم النفقة ما معهمش حق المواصلات. المكتب يفتقد إلى وسيلة مواصلات مثل ما قلنا بأن النفقات التشغيلية بالمكتب لا تفي بالغرض المطلوب للمكتب. أنت إذا أنت تجي تتابع المكاتب تحتاج لك إلى نفقات تحتاج لك إلى وسيلة مواصلات تحتاج لك هذه منعدمة بالمكتب تماما بشكل طبيعي. يعني وزارة الخدمة المدنية ما دورها يعني في هذا الجانب؟ والله تتابع لكن النفقات إحنا سلطة محلية الآن على كل النفقات تتم تتبع السلطة المحلية وما يقصروا في بعض الأحيان بحاجة مثلا بدعم مركز المعلومات بحاجة بقرطاسية لكن نفقت ما تفيش بالغرض المطلوب أبدا للمكتب. المكتب ما يمتلك وسيلة مواصلات بالرغم أنه متشعب أعمالنا ومتشعب نحن نشتي المكتب له طموح أنه ينزل ويتابع سير العمل بالمكاتب لكن تقف عائق قدامنا وسيلة المواصلات ما معناش لا نفقات ولا معانا ضئيلة جدا ولا معانا وسيلة مواصلات. هذه دعوة يعني دعوة للسلطة المحلية دعوة للسلطة المحلية بدعم المكتب حتى يقوم بمهامه على أكمل وجه إن شاء الله. إذا نتمنى لكم التوفيق الأستاذ غالب المهدي نائب مدير مكتب الخدمة المدنية بتعز شكرا جزيلا شكرا كنت ضيفا في هذه الحلقة. ألف ألف شكرا حيا أهلا وسهلا بكم إن شاء الله. مرحبا بكم من جديد. تشتهر تعز بزراعة شجر الجوافة حيث تنتشر زراعتها في عدد من مناطق المحافظة وتجود الجوافة بمحصول وفير يعتبر فصل الصيف الموسم المناسب لنضوج وحصاد هذه الثمرة التي تتباع هذه الأيام بكثافة في الأسواق العامة وعلى قارعة الطرقات الرئيسة نتابع. ما
ما بين مدينة تعز وأريافها الجنوبية حتى مدينة التربة، ثمة ما يأسر القلوب ويسلب العقول ويروي ظمأ النفوس. في هذا المسار وعلى نحو يغاير كثيراً من المناطق، تتجلى الطبيعة في أبهى صورها متشحة ستار خضرة لا يكاد يبرح المكان. منذ انطلاقتنا من المدينة غداة يوم ماطر ونحن نستنشق الهواء العليل وتكتحل أعيننا بخضرار الأرض مع كل التفاتة لمزارع مناطق جنوب تعز، وحيث تنتشر بكثافة وسطها أشجار الجوافة. شجرة الجوافة لأن تتواجد هنا بكثرة مليح، مع أن التراب مليح، التربة حق الضباب مليح، والماء كل يوم سلة سلتين، يعني كله على قدر الأشجار. إذا في أشجار كثير تمام نقطف كثير، في قليل يعني على قدر الأشجار. تحتاج إلى تقليب التربة تمام وتسميد تمام وماء تنديله ويتأنتج. جئنا على موسم حصاد ثمرة الجوافة التي يتزامن نضوجها مع حلول فصل الصيف، ويتم جنيها لمرتين إلى ثلاث مرات سنوياً، ما يعني كرم هذا النوع من الأشجار، إذ يعتبر شجر الجوافة معطاءً يجود بكثير من الثمار. الزيتون هذا نوع يتحمل الشمس نفس شجرة البن، يعني ما يحتاج إنه واحد يقص قطور السنة طبيعي يتحمل الحر الشمس وينتج ويظل مستمر. تقلب موسمه، تقلب أحيانا من شهر إلى شهر، وأحيانا يتقدم وأحيانا يتأخر، بسنة تعمل مرتين ثلاث. منذ الساعات الأولى من صبيحة كل يوم وحتى الظهر يتجمع المزارعون في مزارع بوادي الضباب وغيرها من البساتين التي تضم عديد أشجار الجوافة لتبدأ عملية تجميع الثمار، حيث يقوم المكلفون بجني المحصول بصعود الشجر العالية وتحصيل ما تجود به الشجرة ورميه إلى الأسفل في محيط الشجرة، ويقوم آخرون بتجميعها في سلال وأكياس بلاستيكية تمهيداً لتسويق المنتج وعرضه على المارة في الطرقات والتجمعات. يطلع فوق الشجرة تمام، يطلع عامل فوق الشجرة يقطف من الشجرة تمام للوعاء، وبعدين نوردها السوق. المردود المادي والله تمام، يعني أحيانا تطلع السلة يعني مقارب 6000 7000، وأحيانا تزيد وأحيانا تنقص، وأحيانا على حسب العرض الطلب. على قارعة الطرق الرئيسة ينتشر بائع ثمار الجوافة التي تجلب من مزارع الضباب والمسراغ والمعافر وجبل حبشي أو التربة وغيرها من المساحة الممتدة من الأرض الخصبة في تعز، وبهذا يكون محصول الجوافة في متناول الجميع. كان يعني الخطوط مفتوحة والطرقات يعني متسهلة لنا، الآن يعني كل شيء صعب أصبح في هذه المنطقة، يعني إذا كانت الطرقات مقطوعة بسبب يعني صعب توفر الديزل والبترول يعني المزارع يعني صعب على أي زراعة بسبب هذه الحرب والغلاء هذا حق الله. يتعارف الناس بتعز على صنفين من ثمرة الجوافة التي تعتبر من الفواكه شهية الطعم لذيذة المذاق. الجوافة هذه نوع يعني من أنواع الثمار المميزة أولاً، ونوع فيه هندي أبيض وأحمر، تختلف يعني عن باقي الزراعة، تحمل الحر والشمس وما يحتاجش إنه واحد يسقي يعني واصل واصل واصل. ويوفر الماء والتربة الخصبة التي تكثر في مناطق تعز البيئة المناسبة والملائمة لنماء شجرة الجوافة وزيادة عطائها. العلامات التجارية والجودة شعارات ترتبط عند الناس بالشركات والمؤسسات الكبيرة، إلا أن البعض امتلك هذه الجودة في مشاريعه البسيطة والمتواضعة،
واستطاع كسب ثقة العملاء بما يقدمه من عمل يقترن بالإخلاص والنظافة. فقصتنا التالية مع بائع مشروب الفراولة في شارع المغتربين بتعز، والذي يعمل في بيع هذا العصير منذ 40 عاما. بالكاد يستطيع دفع عربته المتجولة بشارع المغتربين وسط مدينة تعز، وقد بلغ من العمر عتيا، لكنه يصر على مواصلته تقديم خدماته في بيع مشروب الفراولة لذيذ الطعم فريد النكهة. الحاج قاسم أحمد ناجي، والذي ما إن تستقر عربته في الشارع حتى يتهافت الناس على مشروب الفراولة، الذي يعمل في تحضيره وبيعه منذ ما يقارب 4 عقود. بدأته عام 86 84، كنت بيع حلاوة أول مرة، بعدين رجعت بيع عصير. أيوة كنت أشتغل بعدين بعصير، قلت هنا بقربه ونعتبره. وإيه يعترف العم قاسم أن سر المهنة هو من يقف وراء أي نجاح، وهو من أكسبه شهرته وجعل من عصيره الذي يقدمه للعامة بشكل يومي عنواناً للنكهة الفريدة والمذاق المتميز. تميز العصير هذا حسب ضميري، الضمير هو اللي يصنفك إنك تصلح مليح ولا تصلح خيبة، هذا الضمير، لأنه في تكلفة وفي بدون تكلفة. التكلفات يعني تطلب، في بدون تكلفة، تمام. هذا سر النجاح، النظافة سر المهنة، النظافة هي الحياة، بدون نظافة ما فيش حياة. ما يقارب 40 سنة وصديق شارع المغتربين لا يبارح المكان ليروي ظمأ عملائه، وعندما حاولنا سؤاله عما إذا كانت مسيرته طيلة هذه الفترة الممتدة قد حققت له النجاح، كان رده انفعاليا بعد تأكيده أنه كسب قلوب الناس ونال رضاهم. النجاح هناك لما أقول لك نجاح، ما فيش نجاح، النجاح فتنقدنا على مستوى يعني حاجات مليحة، أما أن أنا في العربية ما فيش حاجة نجاح، هي هي أنا وهو. يحظى هذا المشروب بشهادة الكثير، حيث أن بعض العملاء أكدوا دوامهم لسنوات على شراء العصير من الرجل نفسه. يعني لي من ما أعرفه يمكن 9 سنوات، وأنا أعرفه إنه هذا اللي يبيع الفراولة هذا، وناس يشتي ينافسونه بس ما يقدروش يفعلوا مثل ما اللي يفعله. نظيف، القول نظيف جدا، لاحظ حقول الأكواب والعصير نظيف. مثل هذه الإشادات تعطي السبعيني بائع مشروب الفراولة حافزا للاستمرار في العمل، رغم تأكيد حاجته للراحة بعد كل هذه المدة التي لا يرى أنها ستتحقق له طالما وهو العائل لأسرة كلها من الإناث. الآن بلغت عمر 70، ما عاد أقدرش أتحرك، ما عاد أقدر إلا قاعد نصيب. يعني إيش أموت جوع أشحات أموت تكفف الناس؟ لا والله أستمر. وفيما يبحث العم قاسم عن الراحة، يقبل الناس بكثرة على مشروبه لتكون بذلك صورة الحياة بمفارقاتها العجيبة الغريبة. الشكر والتقدير للعم قاسم على تميز ما يصنع ورحلة كفاحه الممتدة لنحو 40 عاما. وبهذه الفقرة مشاهدينا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، دمتم وفي أمان الله.